ستات كتيرة جدا بتروح الجيم بس ما بتبقاش عارفة تعمل ايه جوه الجيم، وساعات كتير قوي بنضطر ان احنا نجيب بيرسونال ترينر او مدرب خاص، بندفع شوية فلوس اكتر علشان يعلمنا نعمل ايه. فهي وبس بقى هنوديك الجيم وندخلك الجيم ونلعبك جوه الجيم من غير بيرسونال ترينر. ده تمرين مهم جدا من تمارين عضلات الرجلين اللي هو عضله الجاستريكنيميوس او عضله السمانه او الكالفز اللي هي العضله اللي تحت في اخر الرجل. نبدا التمرين. بدايه التمرين لازم الرجل ما تبقاش واسعه او ضيقه قوي زي ما هي طالعه كده. عده سكوات عشان يبقى ظهرها مفرود عشان تطلع صح، ويبدا الريز تتحرك فوق وتحت، اقصى حاجه فوق واقصى حاجه تحت عشان العضله تشتغل وتبقى كونتراكت جامد عشان تبدا تحس بيها. الحاجه الثانيه المهمه جدا، ما ينفعش هاللوك الجوينت، ما ينفعش رجلي تبقى مفروده لحد الاخر، لازم افصفني يعني متنيه سنه بسيطه قوي كانها مفروده عشان يبقى الركبه سليمه. ده تمرين تاني من تمرين الرجلين. عضلات الرجلين في العضلات الاماميه الكوادريسبس، وفي عضلات الهامسترنجز اللي هي العضلات الخلفيه، وفي الجاستريكنيميس السمانه، في عضلات اللي هي الابدكتورز اللي هم العضلات اللي جوه واللي بره للرجل. ده تمرين من تمارين اللي هي الضمه العضله اللي جوه. نبدا التمرين. بنقفل في ويت، الويت تحطيه زي ما انت هتعمليه 15 عده او 20 عده او 10 عدات حسب الهدف بتاعك اللي احنا قلناه. الحاجة الثانية ان لازم الحركة تبقى من الرجلين بس، ما ينفعش ظهري يطلع لقدام او يرجع لورا او يحصل اي حركة غير حركة الرجلين، هي تقفل وتفتح. النفس زي ما اتكلمنا ان وانا بحرك اللي هو بقفل بعمل اكشن عشان اتحرك اطلع النفس، وانا راجع دلوقتي اخد نفس. ما تخليش النفس صوته عالي، اتنفسي بالراحة كويس. عكس الحركة العضلات اللي بره، اغير الحركه، افتح كويس جدا. يبقى احنا كده مرنا العضلات اللي جوه والعضلات اللي بره للرجلين. ده تمرين من تمارين الرجلين، ويمكن من اهم تمارين الرجلين اللي هو السكواتس والبار مع البار. الفرق بين السمات ماشين اللي هي الماشين اللي احنا واقفين عليها دي وبين البار الفري، البار لوحده، ان البار لوحده محتاج حد شويه مش بيجنر، مش لسه جاي الجيم، محتاج حد قديم شويه ان هو يعرف يكنترول البار، ما يقعش منه يمين وشمال او يطلع لقدام او لورا، ان هو يكنترول البار، ان هو يحافظ عليه في نفس البوزيشن بتاعه وهو نازل يعمل سكواتس وكده يطلع تاني. فالحركه دي محتاجة حد متحكم في البار كويس. السمات بتسهل الموضوع ده لان هي مربوطة زي ماسورتين او اتنين كده بيسبورتوا البار، ان البار ما يتقلبش للقدام ولا لورا ولا يمين ولا شمال. فدي كويسة جدا ان حد لسه داخل الجيم ان هو يعرف يعملها. نبدأ التمرين. كويس. كويس جدا. الحركة دي لازم تبقى بطيئة، ما ينفعش ركبة منها تخش لجوه، ما ينفعش الاقي ركبة دخلت لجوه او طلعت قدام، لان السكواتس لو طلعت قدام اعمل لاين تقريبا وهمي من مشط رجلك، ما ينفعش ركبتك تعدي اللاين بتاع مشط رجلك، لازم ترجع تقعد لورا زي ما هي بتعمل. كويس. طبعا ظهري مفرود، النفس زي ما قلنا، الراس لازم تبقى في الوضع النورمال الطبيعي بتاعها، ما ينفعش يبقى قدام او ورا. كويس. وقت ما تخلص في هنا جنشات هوكس كده ممكن تلوك الويت، ممكن تقفلها زي ما هنعمل دلوقتي عشان لو حصل اي حاجه البار يفضل متعلق ما ينفعش يقع. دلوقتي معايا تمرين من تمارين برضه الرجل مهمه جدا، وسكواتس بس بشكل تاني. احنا عملنا خلاص سكواتس بالبار، ده سكواتس بشكل تاني. نبدا معايا التمرين ان احنا نبدا نزق. نبدا التمرين. كويس. ننزل الرجل، ما ينفعش الركبه تعدي زي ما قلنا مشط الرجل. كويس.
ما بنعملش لوك للجوينت، بنوصل لحد هنا وبننزل تاني. الماشين دي بتخلي الظهر مفرود، هو لوحده مفرود عشان يبقى سيف، عشان لو حد بيجنر ما يتأثرش ان هو ماسك بار او كده. فالماشين دي بتساعده كتير على الموضوع ده.